بيتوصفش ليهم كده. انت حد بيكلمني في موضوع لا مؤاخذه يعني، وانتوا فاكرين لما احنا انا لما اجي اعمل قوه سياسيه حقيقيه في مصر، دي قوه سياسيه دي اللي هتبقى مسؤوله عن الدوله دي بعد كده، دي لازم تتجهز وتتعلم صح صح الصح عشان تعرف يعني ايه دوله، الا ممكن بكلمتين على بميكروفون زي كده نضيع بلد، بقرار اخده اخرب بلد. لا 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 لا، انت وانت بتتكلم عن بلدك وعن مع ناسك او مع شعبك احذر. اذا كان في ناس بتسمعك لما تكون بتكلم نفسك انت حر، قاعد مع اسرتك ما يجراش، قاعد مع اصحابك برضو ممكن تعدي، لكن وانت عايز تكلم شعب لا لا لا، انت تخلي بالك قوي، خلي بالك من كل كلمه بتقولها. لان هنا اذا كنا احنا مؤمنين بالله صحيح ونعرف ان احنا هنقابله كويس، الكذبه والفتنه هنا مش بقت فتنه بين اتنين، ومش معناها خصومه بين اتنين، دي فتنه تؤدي لضياع دوله، ولا مؤاخذه هتخلي الشعب ده زي الشعوب التانيه اللي قاعده النهارده بيتحدد مصيرها خارج بلادها، وتترمي في البحار وتترمي في المعسكرات اللاجئين. أنا قلت أفكركم وأفكر كل مصري بيحب بلده ومش بيزايد ومش بيكابر وما بينظرش بمصلحته، في مصلحة تانية وفي مصلحة بعد بلدك.